السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم الخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والضلال. أحبابي الكرام، دائما ما نتكلم ونقول بإذن الله عز وجل كيف، ودائما في موضوع المس العاشق أو سحر تعطيل الزواج، وكيف ندمر المس العاشق بإذن الله عز وجل الذي يأتينا بالليل في المنام. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن سورة بإذن الله في القرآن، وقرآن الله عز وجل كتاب الله كله شفاء، كما قال ربي جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اليوم بإذن الله نتكلم عن سورة الأعراف. سورة الأعراف بإذن الله سورة قوية إذا قرأتها بيقين، وهنا نتكلم ونقول القراءة باليقين هي ربط علاقتك مع الله أولا، ثم تظن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيك ببركة القرآن، فلا تربط علاقتك بالقرآن وتقول أنا أقرأ سأشفى، فهنا أنت تقول يعني في هذه الكلمة أنا سأقرأ سورة الأعراف سيذهب من الجن العاشق، هنا أنت يعني تتشرط على الله سبحانه وتعالى وأستغفر الله. تقرأ سورة الأعراف بنية الشفاء، وأن الله عز وجل هو الذي يشفي بالتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التوكل على رب العالمين، التوكل على الخالق جل وعلا، التوكل عليه، وقراءة سورة الأعراف يوميا بإذن الله عز وجل، سترى العجب العجاب في ذاك المتلبس الكافر الذي سيطر على بدنك، وإن كان مسا خفيا بإذن الله عز وجل سيظهر وسيطلب منك الخروج، وسترى في منامك منامات جميلة بإذن الله عز وجل، وهذا خير جميل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أتكلم وأقول يجب عليك أن تقرأها بيقين، يجب عليك أن تقرأها بيقين حتى لا تكون المسألة مسألة على غير يقين. التوكل على الله ثم اليقين، والله ولي التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يبعد الشر عنكم وأن يدمر كل شيطان سكن بدنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيسأل سائل بإذن الله في التعليق ويقول أنا لا أقرأ القرآن ولا أحفظ القرآن فكيف؟ أنا أقول لك يا أخي أو يا أختي، إذا كنت لا تقرأ القرآن فاستمع إليها بإذن الله، والأمر إذا تكرر تقرر، فإذا استمعت لها بكثرة بإذن الله عز وجل ستبدأ في حفظها، وهذا فضل من الله. فإذا حفظت سورة من القرآن فهذا فضل من رب العالمين عليك. إذن إذا لم تكن تقرأ القرآن من المصحف فكرر السماع بإذن الله عز وجل، وسيقهر ذاك المس الذي عطل زواجك وعطل عملك وشوه الجمال. والله بالتوفيق، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.